قبل أيام ظهر فيديو لطفل سوري وانتشر حول العالم. انتشاره عائد لرباطة جأش الطفل الذي ثبت في حديثه ولم يظهر عليها التأثر الذي يصاحب الكبار في مثل هذه المآسي فضلا عن الصغار. المزيد هنا. شلونك؟ شلون صحتك؟ الحمد لله. طمنا عنك، شاء الله مبسوط. الحمد لله مبسوط. ليش انت عم تسوي لك ما صار زلزال؟ تميت أقرأ قرآن. قرأت قرآن ما شاء الله. حافظ شيء من الصور؟ أين صورة قرأتها؟ صوت الزلزال وصوت الكس والباقي اللي بعرفه. ما شاء الله. كنت هيك بكيت شيء ولا؟ تم بكيت شوي لأني كنت عطشانة كثير. أيوه. وبعدين؟ بعدين هيك ارتحت مو؟ إيه الحمد لله. الواحد لما يقرأ قرآن بيرتاح صح؟ الله يرضى عليك. لازمك شيء بدك شيء؟ سلامتك. الله يسلمك. وفدنا للمنطقة المتضررة من الزلزال في جنوب تركيا وشمال سوريا عوض الفياض التقى الطفل الذي خسر كل شيء بعد رحيل أهله وتمنى أمرا واحدا في حياته وهو الانتقال لمجاورة بيت الله. شو بتتمنى قلبي؟ ليش ودك فيه؟ بتمنى اسكن جنب الكعبة لكل عائلتي مع كل عائلتي وفوت جوات الكعبة وأشوف هذا هو بس هذا حلمي. حلم تاني لا ما عندي غيره. ما في أي شيء تاني تبي؟ بس اسكن جنب الكعبة إن شاء الله. هذا وأكدت مصادر التاسعة أن هناك أكثر من 10 سعوديين تفاعلوا مع مأساة الطفل وعرضوا رغبتهم برعايته وعائلته وإحضارهم إلى السعودية تحقيقا لأمنية الطفل بالعيش في مكة. فيما تؤكد مصادرنا أن مثل هذه الحالات الإنسانية تحتاج إلى عدد من الإجراءات الرسمية داخل وخارج المملكة نظرا لحالة الطفل ومن تبقى من أسرته.